لعبة التجار وشماعة الدولار الجمركي، مدبولي بيحرج التجار. يا ترى ليه الحكومة بتطالب التجار يخفضوا أسعار السلع وهي في نفس الوقت رفعت سعر الدولار الجمركي؟ وهل مدبولي هيجبر التجار الكبار والمستوردين على تخفيض السلع بطرق تانية؟ وإيه اللغز اللي في الموضوع؟ فتعالوا نشوف إيه أصل الحكاية. المنطق بيقول إنه بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء للدولار، الأسواق هتستقر وأسعار السلع هتنزل شوية بشوية، وده بسبب انخفاض أسعار الدولار في البنوك بشكل مستمر ووصل لحاجز 46 من 51 بعد قرار التعويم مباشرة. وطبيعي كمان الأسعار تنزل بعد الإفراجات الجمركية الضخمة اللي حصلت في المواني. ولأن الأسعار ما نزلتش زي الناس ما كانت متوقعة، ده كان لغز كبير جدا، ومن هنا قرر الدكتور مصطفى مدبولي يتدخل بنفسه ويجيب كبار التجار في الغرف التجارية والشعب ويتكلم معاهم بشكل صريح انهم لازم يخفضوا الاسعار طالما الدولار بينزل. في الناحية التانية التجار مصرين ما ينزلوش الاسعار، وحجتهم في ده ان دولار الجمارك لسه عالي وده في حدود 49 جنيه و52 قرش ولازم ينزل عشان الاسعار تنزل وما يخسروش. لكن الحقيقة مدبولي طلع أذكى من التجار وقال لهم إنهم كانوا مسعرين تجارتهم على سعر 70 و75 جنيه، وده بسبب الطمع والتحوط من الخسارة، وما كانوش فاكرين إن السوق السوداء ممكن يجي عليها يوم وتقف وتنهار. الحيلة اللي كشفها مدبولي إن التجار الكبار والمستوردين اشتروا وخزنوا دولار عشان يستوردوا بيه بضاعتهم وده من السوق السوداء، وسعروا الدولار بين 70 و75 جنيه وهو أعلى سعر وصل في تاريخ الدولار، وده طبعا عشان التحوط وما يخسروش فلوسهم تحت أي تقلبات في سوق الدولار، وقدروا بضاعتهم على السعر ده. لكن بعد قرار التعويم وانخفاض سعر الدولار ل 46 و47 في البنوك ونهاية السوق السوداء، ده معناه إن التجار خسروا من 20 ل25 جنيه في كل دولار اشتروه، وده طبعا لو قرروا ينزلوا أسعار السلع بأسعار دولار النهاردة الأربع. المهم بقى رئيس الحكومة قال لهم قدامكم أقل من أسبوعين والأسعار يا تنزل يا إما هيكون في قرارات تانية. بانكير، نبض البنوك.